أخوتنا في محافظة بيت لحم لالتزام قدر المستطاع في البيت وعدم الخروج إلا لضرورة قصد. يعطيكم العافية واتمنى عليكم إنه تطبق التعليمات. منتشر نتمنى لكم السلامة لمحافظة لحم. نحن واجبنا نتعاون معاكم. والله يعطيكم العافية وشكرا على جهودكم وشغالين من كل النهار. والله يعطيكم الصحة. وهذه يعني نتمنى السلامة شكرا لكم. والله يعطيكم الصحة وانتم تحافظوا علينا وشغالين ليل نهار على خدمتنا وعلى مشكورين. الحمد لله انا سائق تاكسي وبشكر الشرطه اللي على الجهد اللي ببذلوه ولازم المواطنين يلتزموا ياخذوا الحيطه والحذر. يعطيكم العافية يا شباب ما شاء الله عليكم ما قصرتوا. للأمانة أثبتوا حالكم كسلطة كأجهزة أمنية مجتمعة كلها. للأمانة كل الاحترام لكم لوزارة الصحة وللشرطة الفلسطينية والأمن. الوضع كل شيء تمام إن شاء الله تحت السيطرة. يعني إحنا ما توقعناش كفلسطينية إنه تكون بالأمور هذه يا سيدي. يعطيكم ألف ألف عافية. الله يحميكم يا شباب. كل احترام للشرطة وللأمن الفلسطيني على جهودهم الجبارة لمواكبة الأحداث. وبدعوا من جميع المواطنين للالتزام تعليمات الأمن والشرطة. وكل احترام للشرطة وللأمن الفلسطيني.